أبنائي وبناتي طلبة الثانوية العامة الشعب الأدبية واستكمالا لمنهج الجغرافيا السياسية، نستكمل مع بعض النهاردة اللي هو الوحدة الأولى. طبعا كنا احنا آخر حاجة وصلنا لها مع بعض كنا اتكلمنا حبايبي على أهمية الغابات وأهمية الحشائش في سياق اللي هو أهمية النبات الطبيعي كأحد المقاومات الطبيعية المؤثرة في قوة الدولة. هنبدأ نكمل مع بعض زي ما انت شايف كده، احنا ماشيين مع بعض درس درس عشان انت ما تتوهش مني. هنبدأ مع بعض ونستكمل مع بعض برضو مراجعة الوحدة الأولى سؤال وجواب. هنبدأ نتكلم على درس المقاومات البشرية جزء جزء مع بعض كده، ونريد نركز قوي 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 على الأسئلة اللي أنا كاتبها. أول سؤال عندك هنا بيقول لك: بما تفسر شهد الغطاء البشري منذ الخليقة أو منذ بداية الخليقة العديد من التغيرات؟ قال لك تمام، طبعا ده موجود في الجزء اللي هو التمهيد بتاع الدرس. طب الإجابة هتبقى إيه؟ لما يجي يقول لي شهد الغطاء البشري منذ الخليقة أو منذ خلق الإنسان العديد من التغيرات، قلت له تمام، 1 2 3 4. 1 نمو السكان، عدد السكان بدأ يزيد. 2 توزيع السكان، بدأ يتوزع السكان ويشغلهم ويعمروا معظم أرجاء الأرض. النشاط الاقتصادي، أصبح الإنسان يزاول معظم الأنشطة الاقتصادية. مراكز عمرانهم، أصبح هناك مراكز عمران أو تم تعمير أغلبية أنحاء الكرة الأرضية. ده بالنسبة للسؤال ده بإجابته. طيب عندي بعد كده هيبدأ يكلمني على المساحة، عدد السكان الكبير وعدد السكان الصغير. نبدأ هنا بقول لي قارن بين مميزات وسلبيات أو إيجابيات وسلبيات العدد الكبير للسكان. تعال نشوف الإيجابيات والسلبيات أو المميزات والعيوب للعدد الكبير للسكان. 1 2 3. 1 هقول له إعداد جيوش عسكرية ضخمة. يبقى الدولة كبيرة المساحة لها 3 إيجابيات أو لها 3 مميزات. أول حاجة 1 إعداد جيوش عسكرية ضخمة. 2 بتمتلك قوة بشرية عاملة في مختلف القطاعات أو المجالات. 3 بتتيح فرصة لظهور المبدعين المخترعين في مختلف المجالات أو في مختلف القطاعات. طب نيجي نتكلم على السلبيات أو العيوب. 1 2 3 قال لك صعوبة توفير الأمن والحماية أو الحماية والأمن. 2 صعوبة توفير الغذاء للسكان. 3 ظهور حركات التمرد الانفصالية. طبعا ظهور حركات التمرد الانفصالية بتظهر بعض الجماعات تطالب بالانفصال. وعندي طبعا اقليم كاتالونيا واقليم الباسك في اسبانيا، وعندي سكان تيمور الشرقية في اندونيسيا. طيب ده بالنسبة لي مميزات وسلبيات العدد الكبير. طب يا مستر امال العدد الصغير للسكان ايه مميزاته وايه عيوبه؟ قال لك والله لو حبيت اطلع له مميزات، مع اني ما عنديش في المنهج مميزات، هعكس عيوب اللي هو العدد الكبير. يعني بدل ما اقول صعوبه لا اقول سهوله، وهنا هقول عدم ظهور. لكن اللي مذكور عندي السلبيات بالنسبه للعدد الصغير للسكان. ماشي. 1 2 1 نقص في الايدي العامله والاعتماد على الايدي العامله الاجنبيه. يبقى 1 بتعاني من نقص في الايدي العامله ولا اعتماد على الايدي العامله الاجنبيه. 2 دي دول صغيره، يبقى جيشها صغير، يبقى دوله ضعيفه، فبتلجا الى عقد تحالفات سياسيه وعسكريه. اللجوء لعقد تحالفات سياسيه وعسكريه مع القوى الكبرى مثل ما تقوم به دول الخليج العربي. ده بالنسبه لسلبيات العدد الصغير للسكان. طيب بعد كده هيبدأ يكلمني على خصائص السكان. تعريف عندي بيقول لي ما المقصود بخصائص السكان؟ قلت له والله هي مجموعة من الخصائص السكانية. تعريف خصائص السكان أو الخصائص السكانية هي مجموعة من الخصائص السكانية التي تميز مجموعة أو جماعة بشرية عن غيرها، مثل اللغة، الدين، التركيب العمري، التركيب النوعي، الحالة التعليمية والتكنولوجية إلى آخره. تعالوا كلمني على التركيب العمري. التركيب العمري هعلق على نقطتين بس. يقول لك استخلص الأثر الناتج عن
استخلص الأثر الناتج عن ما النتائج المترتبة على يعني ارتفاع نسبة الأطفال وارتفاع نسبة الشباب في المجتمعات النامية. استخلص الأثر الناتج عن ارتفاع نسبة الأطفال زي ما اتفقنا مع بعض. اكتب ورايا، أنا بتكلم واحدة واحدة، اكتب ورايا. استخلص الأثر الناتج عن ارتفاع نسبة الأطفال ونسبة الشباب في المجتمعات النامية، فبقول له واحد واحد، وخلي إجابتك أرقام، ما تبقاش كلها على بعضها، لا رقم إجابتك عشان تاخد حقك. بقول له واحد ارتفاع نسبة الأطفال دون سن 15، دون سن 15 سنة، ومعاهم نسبة الشيوخ كبار السن، بتؤدي لارتفاع نسبة الإعالة. يعني ايه نسبة الإعالة؟ قال لك المجتمع بينقسم إلى عائل ومعول. والدك عائل بيشتغل وبيصرف، حضرتك ما بتشتغلش فأنت معول بيتصرف عليك. فيبقى واحد ارتفاع نسبة الأطفال أقل من 15 عام وارتفاع نسبة الشيوخ تؤدي لارتفاع معدل الإعالة. طب ارتفاع نسبة الشباب، قال لك الشباب دي قوة العمل، القوة الاقتصادية. طب لو ارتفعت نسبتهم في المجتمعات النامية تؤدي لإيه؟ واحد اتنين، ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض الأجور. ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض الأجور. عندي آلاف بيتخرجوا من الجامعات مش لاقيين شغل، يبقى بطالة. طب لو اشتغل، اشتغل بمرتب إيه؟ بمرتب قليل. طب ده بالنسبة للتركيب العمري. نيجي للتركيب النوعي، ماشي؟ هتكلم على دور المرأة. طبعا وانا بتكلم على النوع فانا بتكلم على الذكور والإناث، فهنا بتكلم على دور المرأة. فهنا بيقول لي دور المرأة بيختلف من المجتمعات المتقدمة للمجتمعات النامية. يقول لي دلل دلل. يختلف دور المرأة من مجتمع لآخر بما تفسر؟ يختلف دور المرأة من المجتمعات المتقدمة عن النامية. ما الفرق بين دور المرأة في المجتمع النامي والمجتمع المتقدم؟ كل دي صيغات أسئلة بإجابة واحدة. فبقول له في المجتمعات المتقدمة تشارك المرأة على نطاق واسع في العملية الإنتاجية. يعني إيه؟ بتشتغل في كل شيء. طب في المجتمعات النامية بتقل مشاركة المرأة، بتقل مشاركة المرأة إما لأسباب دينية إما لأسباب اجتماعية. يبقى في المجتمعات المتقدمة تشارك المرأة على نطاق واسع في العملية الإنتاجية، أما في المجتمعات النامية بتقل مشاركة المرأة إما لأسباب دينية إما لأسباب اجتماعية. نيجي نتكلم على الهجرة، واكتب عليها مهم جدا. الهجرة، أنا عندي نوعين من المجتمعات، مجتمعات مرسلة يخرج منها المهاجرين، ومجتمعات مستقبلة يفد إليها المهاجرين. فأنا عندي سلبيات وعندي إيجابيات، سلبيات وإيجابيات بالنسبة للمجتمعات المرسلة وبالنسبة للمجتمعات إلها المستقبلة. يجي يقول لك كده قارن بين سلبيات وإيجابيات الهجرة بالنسبة للمجتمعات المرسلة والمستقبلة. قارن بين المجتمعات المرسلة والمجتمعات المستقبلة من حيث السلبيات والإيجابيات لكل منهما. نيجي بص كده، نيجي المجتمعات المرسلة اللي بيخرج منها المهاجرين، نيجي للإيجابية الأول. إيجابيتها إيه؟ قال لك حل مشكلة البطالة وزيادة الإنتاج زي مصر. اتحلت مشكلة البطالة وحجم الإنتاج بدأ يزيد لسبب الناس اللي هاجرت دي، الناس اللي هاجرت بدأت تشتغل بره، فما عادش عندي نسبة بطالة إلا نسبة قليلة. اشتغلوا وكسبوا وبعتوا فلوس لأهاليهم، عملوا بها مشروعات، فحجم الإنتاج بدأ يزيد زي مصر. طب والسلبية؟ قال لك تفريغ فضيت الدولة، تفريغ الدولة من الأيدي العاملة، للكفاءات، من العقول، من المهارات، دي تعتبر سلبية. نيجي المجتمعات المستقبلة الإيجابية، وفر لها المهاجرين الأيدي العاملة، ما عادش عندهم مشكلة خلاص، الناس اللي وفدت إليهم اللي هاجرت إليهم اشتغلوا فحللهم مشكلة البطالة، وفر لها المهاجرين الأيدي العاملة. تبوا السلبية، قال لك السلبية عدم التجانس،
عدم التجانس بين السكان. أجناس من كتير من دول العالم مش قادرين يتأقلموا مع بعض نتيجة لاختلاف العادات والتقاليد. طيب زي مين؟ قال لك زي الدول الأوروبية ودول الخليج العربي. ده بالنسبة للجزئية ديت. نيجي بعد كده ونتكلم على جزئية تانية. نيجي نتكلم على السؤال ده، بيقول لي بما تفسر اللغة والدين أهم الخصائص المؤثرة في الخريطة السياسية؟ قلت له تمام، اكتب عليه هام كده. بما تفسر تعتبر اللغة والدين من أهم الخصائص المؤثرة في خريطة العالم السياسية؟ قلت له تمام، السببين واحد اتنين. واحد، بستخدم اللغة والدين في رسم الحدود السياسية بين الدول. استخدمت اللغة في رسم الحدود السياسية في وسط أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى لمنع مشكلة الأقليات. الدين، استخدمت الدين في رسم الحدود السياسية بين الهند الهندوسية وباكستان الإسلامية. طيب اتنين، قال لك النزاعات السياسية، اللغة والدين قد تؤدي لحدوث نزاعات سياسية إما داخل الدولة الواحدة إما بين دولة ودولة. يبقى إجابة السؤال من الأول، بما تفسر اللغة والدين أهم الخصائص المؤثرة في خريطة العالم السياسية؟ قلت له واحد اتنين، واحد رسم الحدود السياسية بين الدول، اتنين النزاعات السياسية داخل الدولة أو بين الدول. طيب عندي برضو هنا من ضمن المقومات أو العوامل البشرية الدين. طبعا الدين يعتبر من ضمن العوامل التي تعمل على وحدة الشعوب وتماسك الشعوب. لكن جالي سؤال ثانوية عامة قبل كده، اكتب ورايا يقول لي ايه؟ بما تفسر لم يعد الدين من الأسباب التي تثار من أجلها النزاعات. تسبب نزاعات أو مشكلات بين الدول. قلت تمام، لأسباب بتتعلق بانتشار الثقافة ولأسباب سياسية واقتصادية. بمعنى اللي أصبح بيتحكم في العالم النواحي الاقتصادية والعلاقات السياسية، وبقى عند العولمة. أسباب تتعلق بانتشار الثقافة، سيطرة الفكر الغربي على الفكر الشرقي أو المجتمعات الشرقية. يبقى من تاني هقوله لأسباب سياسية واقتصادية ولأسباب تتعلق بانتشار الثقافة. عدا بعض الدول التي لم تصل في أفكارها لمستوى الدول المتقدمة. يبقى ما عدا بعض الدول اللي ما وصلتش في أفكارها ولا في ثقافتها لمصاف أو لمستوى الدول المتقدمة. ده السؤال بإجابته. طب تعالى كلمني على اللغة، هنبدأ كده ندردش مع بعض في اللغة. طبعا خد بالك من حاجة، أنا عندي اللغة هي الوعاء الثقافي للأمم، تشكل ثقافة الشعوب ووحدتها. كلام جميل، ومن أهم العوامل البشرية. كلام حلو قوي. طب إيه اللي يحصل لو اختلفت اللغة؟ طب إيه اللي يحصل لو تم وحدة اللغة؟ يقول لك ما النتائج المترتبة على اختلاف أو وحدة اللغة بين الشعوب. قال لك والله وحدة اللغة تؤدي لقوة الدولة وتماسكها. طب واختلاف اللغة يؤدي إلى ضعف الدولة وتفككها. طب يقول اسمع بقى السؤال ده واكتبه معايا، ما تقييمك لمصداقية العبارة صح وغلط يعني؟ ماشي، اختلاف الدول في كل دول العالم يؤدي لضعفها وتفككها. بقول له عبارة غير صادقة، غلط. طب ليه؟ لأن هناك بعض الدول قد تختلف فيها اللغات، ومع ذلك لم يؤثر ذلك على قوتها أو وحدتها. طب زي دولة سويسرا بها أربع لغات، الألمانية، الفرنسية، الإيطالية، الرومانشية.
والكلام ده انا علقت عليه وانا براجع على الخرايط. طيب نيجي نتكلم على الحاله التعليميه والتكنولوجيه. هام جدا جدا جدا، خد بالك معايا. اول حاجه انا عندي تعريف للتكنولوجيا. ما المقصود بالتكنولوجيا؟ قال لك تكنولوجيا لما نحب نتكلم عليها مش هنتكلم عليها كتعريف وبس، ماشي، ولكن هنتكلم على التكنولوجيا كتعريف والاسئله اللي ممكن تجيل عليها، ماشي. طيب ما المقصود بالتكنولوجيا؟ فبنقول الحاله التعليميه والتكنولوجيه، ودي مهمه جدا. فاول حاجه عندي بيقول لي التكنولوجيا، قلت له يعني ايه كلمه تكنولوجيا؟ قال لك التكنولوجيا هي فن الانتاج. التكنولوجيا هي فن الانتاج، اي الاساليب والوسائل المستخدمه في العمليه الانتاجيه. ده التعريف. طيب هجرة العقول، يعني ايه هجرة العقول؟ قال لك تسابق دول العالم على جذب اكبر عدد من علماء الدول الاخرى. تسابق دول العالم على جذب اكبر عدد من علماء الدول الاخرى. طب ممكن تقول لي بما تفسر تسابق، شوف هنحاول، تسابق دول العالم على جذب اكبر عدد من علماء الدول الاخرى؟ قال لك اه. الاجابة واحد اثنين، لأن الحالة العلمية والتكنولوجية تؤثر تأثيرا كبيرا على قوة الدولة. الحالة العلمية والتكنولوجية تؤثر تأثير كبير على قوة الدولة. اثنين، زادت أهمية العلم كعنصر من عناصر الإنتاج. اثنين، زادت أهمية العلم كعنصر من عناصر الإنتاج. ممكن أشقلب لك السؤال وأقول لك طب بما تفسر زادت أهمية العلم كعنصر من عناصر الإنتاج؟ الإجابة تبقى اللي فوق منه. هتقول لي ايه؟ لان الحاله العلميه والتكنولوجيه تؤثر تاثيرا كبيرا على قوه الدوله. اثنين، تتسابق دول العالم على جذب اكبر عدد من علماء الدول الاخرى، وهو ما يعرف باسم هجره العقول اللي هو العلماء. طيب يقول لك ما العلاقه بين التكنولوجيا وقوه الدوله؟ بما تفسر اهميه التكنولوجيا؟ استخلص الاثر الناتج عن التكنولوجيا. الاجابه واحد اثنين ثلاثه، واحد اثنين ثلاثة، ماشي. أول حاجة يقول لك واحد من أخطر الجوانب البشرية المؤثرة في سلوك الدولة السياسي ووزنها، كلمة وزنها أهميتها على خريطة العالم السياسية. يعني معنى كلامك إن التكنولوجيا، إن العلم بيجعل للدولة ثقل وأهمية وقوة سياسية على مستوى العالم. اثنين، يقول لك لم يعد التقدم باستخدام المواد الخام الأولية ولكن باستخدام العقول والمهارات. طب زي مين؟ قال لك زي دولة اليابان، وركز على النقطة دي. لم يعد التقدم العلم والتكنولوجي، لم يعد التقدم العلم والتكنولوجي باستخدام المواد الخام الأولية ولكن باستخدام العقول والمهارات مثل دولة اليابان. يعني مش معنى ان انا عندي حديد كمادة خام ابقى متقدم في صناعة الحديد والصلب، لا، ممكن ما اكونش بنتج حديد من اساسه، ولكن عند الخبرة، عند العلم، عند التكنولوجيا متقدمة في الصناعات القائمة على المواد الخام. النقطة رقم ثلاثة في الإجابة هقول إن اهتمام الدولة بالتكنولوجيا، اهتمام الدولة بالبحث العلمي يجعلها دولة متقدمة في كافة المجالات. في كافة المجالات، في الزراعة وفي الصناعة والزراعة والرعي إلى آخره، في كل المجالات. طبعا غاية في الأهمية. طبعا انا حللت لك الجزئيه دي بالتفصيل الممل. نيجي نتكلم على التركيب الاقتصادي. يقول لك بما تفسر اهميه التركيب او المركب الاقتصادي، استخلص الاثر الناتج عن التركيب الاقتصادي للدوله. ما العلاقه بين التركيب الاقتصادي وقوه الدوله؟ اهو ثلاث صيغات اسئله اهو. طيب الاجابه واحد اثنين. اول حاجه ايه؟ قال لك وزن الدوله، وكلمة وزن الدولة يعني قوتها السياسية، يتحدد بما تمتلك الدولة من موارد اقتصادية. يعني الدولة القوية سياسيا هي دولة تمتلك موارد اقتصادية، يبقى قوة الدولة، وزن الدولة يتحدد بما تمتلك الدولة من موارد اقتصادية. ها بس قالك لا استنى، وقدرة السكان على استغلال هذه الموارد. اللي ممكن تبقى الدولة عندها موارد ولكن غير مستغلة، يبقى وجودها زي عدمها. اثنين، سلوك الدولة السياسي نابعا من خلفيتها الاقتصادية. يعني ايه يا مستر سلوك الدولة السياسي نابعا من خلفيتها الاقتصادية؟ ببساطة يعني القوة السياسية نتيجة القوة الاقتصادية.
اقتصادية. دولة تمتلك قوة اقتصادية يصبح لها قوة سياسية. عندنا في العالم أمثلة لدول صغيرة جدا ما كانش حد بيسمع عنها، زي دولة قطر مثلا. ماشي، يقولك ايه ده قطر بتقول ده، قطر من امتى قطر دي بتتكلم اساسا؟ طب ايه اللي خلاها لها صوت في العالم؟ ماشي، البترول اللي بتمتلكه، يبقى قوتها اقتصادية، بقى لها صوت، بقى لها قوة سياسية. ماشي، طب ليه؟ لان المصالح الاقتصادية هي التي تربط بين الامم. هقول بقى العنصرين مع بعض من تاني. يبقى وزن الدولة السياسي يتحدد بما تمتلك الدولة من موارد اقتصادية وقدرة السكان على استغلال هذه الموارد. اثنين، سلوك الدولة، سلوك الدولة السياسي نابع من خلفيتها الاقتصادية، وتمثل المصالح الاقتصادية أهم صور المصالح التي تربط بين الأمم أو بين الشعوب. ده بالنسبة للتركيب الاقتصادي. طيب تعال نتكلم في جزئية تانية. التركيب الاقتصادي هتكلم عليه على واحد، إنتاج الغذائي. وإيه تاني؟ قال لك والموارد المعدنية. وإيه تاني؟ والصناعة. وإيه تاني؟ والنقل والمواصلات. أربع عناصر هم. هات لي الغذاء مع بعض واحدة واحدة كده. هركز لك على أهم جزئية، على أهم جزئية. اكتب معايا، ركز. ما النتائج المترتبة على، ما النتائج المترتبة على أو استخلص الأثر الناتج عن استطاعت الدولة أن تكفي احتياجاتها من المواد الغذائية. ماشي؟ ما النتائج؟ أنا آخر ما تقول الله يا مستر لا مزح، ما ممكن أجيبه كده وممكن أجيبه كده. ماشي؟ طيب لو الدولة قدرت تكفي احتياجاتها من المواد الغذائية وخصوصا وخصوصا القمح والرز والذرة، إيه اللي هيحصل؟ واحد، تحقيق الأمن القومي. واحد، تحقيق الأمن القومي. واحد، تحقيق الأمن القومي للدولة. اثنين، عدم تعرض الدولة للضغوط الخارجية. يعني مفيش حد هيتحكم فيها، عدم تعرض الدولة للضغوط الخارجية. ثلاثة، لم تصبح الدولة تابعة للدول التي تستورد منها. طب ده سؤال. طيب تختلف الدول عن بعضها من حيث إنتاج الغذاء. تختلف الدول عن بعضها من حيث إنتاج الغذاء، دلل على صحة العبارة. قال لك تمام. واحد، اثنين، ثلاثة، اكتب ورايا. واحد، اثنين، ثلاثة، أنا عندي دول لديها فائض من الغذاء فهي مستقرة. والكلام ده اللي قلته قبل كده، كندا وبعض الدول الأوروبية. وعندي دول لديها اكتفاء ذاتي نسبي، إنتاج مكفيني، فرنسا. زي فرنسا. وعندي دول تعاني من العجز فتعتمد على الاستيراد من الخارج زي مصر. ركز لي على كندا وركز لي على فرنسا، لان ممكن يقول لك اختيار من متعدد، او ممكن اجيبهم لك على الخريطه، ولا جبتهم على خريطه العالم قبل كده. ماشي؟ طب ده بالنسبه لي المواد الغذائيه الاجزاء المهمه اللي فيها. طب هات لي الثروه المعدنيه. اجي اقول لك بما تفسر اهميه المعادن الاستراتيجيه. ما المقصود بالمعادن الاستراتيجيه؟ خلي معلش الاثنين اجابه واحده. بما تفسر اهميه المعادن الاستراتيجيه، ما المقصود بالمعادن الاستراتيجية؟ تقول لا، هي المعادن، اكتب ورايا، هي المعادن التي تشتد إليها الحاجة وقت الحرب. ليه؟ لاستخدامها في المعدات أو في الصناعات الحربية. معادن تشتد إليها الحاجة وقت الحرب لأن بستخدمها في صناعة المعدات الحربية. طب زي إيه؟ حديد، نحاس، ألمونيوم، منجنيز، نيكل. أقول الأمثلة يا مستر؟ لازم تقول الأمثلة معايا. طيب ده بالنسبة للثروة المعدنية. هات للصناعة. جالي قبل كده مرتين ثانوية عامة يقول لي ما العلاقة بين الصناعة وقوة الدولة؟ بما تفسر تؤثر الصناعة على قوة الدولة؟ دلل على صحة العبارة، دلل على صحة العبارة. تعتبر الصناعة من المقومات البشرية المؤثرة على قوة الدولة. بالفعل الصناعة ركيزة أساسية من ركائز تقدم الدول، يعني أساس من الأسس التي تعتمد عليها الدول في تقدمها ورقيها. ومديني أمثلة. قال لك وأغلبية الدول المتقدمة أو القوى العظمى قوى صناعية. واداني أمثلة، أمريكا وعند روسيا وعند الصين. ماشي، ممكن أقول وألمانيا وعند اليابان.
عظيم، خاصة 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 ما يعرف باسم الصناعات الاستراتيجية للصناعات الحربية. طب زي ايه؟ صهر وتنقية المعادن، زي صناعة الحديد والصلب، صهر وتنقية المعادن، الصناعات الإلكترونية، الصناعات الهندسية زي صناعة السيارات والطائرات اللي بعمل لها ديزاين، بعمل لها تصميم قبل ما انفذها، صناعات هندسية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الكيماوية مثل صناعة الصواريخ والمتفجرات. ده بالنسبة للجزء بتاع الصناعة. هنيجي نتكلم بعد كده على النقل، مهم جدا جدا جدا. انا هلخصه في سؤالين: بما تفسر وما النتائج المترتبة على. فيجي يقول لي، بس تسمح لي مع بعض كده واحدة واحدة. يجي يقول لك بما تفسر تعتبر وسائل النقل والمواصلات من الأمور الضرورية للدولة العصرية. السؤال اهو: بما تفسر تعتبر وسائل النقل من الأمور الضرورية للدولة العصرية. طبعا تعتبر وسائل النقل والمواصلات من الأمور الضرورية للدولة المتقدمة أو للدولة العصرية. الإجابة 1 2 3، بتعمل على وحدة الدولة وتماسكها، تحقق الأمن الداخلي والخارجي. يبقى 1، وحدة الدولة وتماسكها. 2، تحقيق الأمن الداخلي والخارجي. 3، قال لك يتعذر الدفاع عن الدولة في المجال العسكري إذ لم تكن هناك وسائل نقل سريعة تحرك عليها أفراد الجيش والمعدات الحربية أو المعدات العسكرية. ده بالنسبة لإجابة السؤال دوت: بما تفسر تعد وسائل أو تعتبر وسائل النقل والمواصلات من الأمور الضرورية للدولة العصرية. طيب عندي سؤال بيقول لك ما النتائج؟ برضو اكتب معايا، ماشي. يقول لك ما النتائج المترتبة على توافر وسائل نقل ومواصلات داخل الدولة بالنسبة لقوتها الاقتصادية؟ أو يقول لك ما النتائج المترتبة على، أو استخلص الأثر الناتج عن وتوافر وسائل نقل متكاملة داخل الدولة. قال لك 1، استغلال موارد الدولة وتحقيق التنمية الشاملة. ماشي، هتقدر الدولة تستغل موارده وتحقق عملية التنمية الشاملة. 2، يسهل سيطرة الحكومة على الأمور الإدارية والسياسية داخل الدولة، تقدر الدولة تسيطر على كل أجزائها. 3، يسهل حركة الجيش وقت الحرب ونقل الإمدادات عند تعرضها للكوارث. ده بالنسبة للسؤالين، سواء كان من نتائج أو بما تفسر، الخاص بوسائل النقل والمواصلات، مهم جدا 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 جدا. نيجي نتكلم بعد كده على القوة العسكرية. طبعا القوة العسكرية من المقامات البشرية الهامة التي تساعد على حماية الأمن القومي وحماية حدود الدولة ومواردها الاقتصادية. عندي عناصر لقوة الدولة العسكرية، ماشي. طب ايه هي عناصر القوة العسكرية؟ اول حاجة، عدد القوى البشرية العسكرية سواء العاملة او بعد تعبئة الاحتياط، عدد القوى البشرية العسكرية، عدد افراد الجيش سواء العاملة المجند حاليا او بعد تعبئة الاحتياط، استدعاء الشباب اللي خلصوا فترة التجنيد. 2، نوعية المقاتل ودرجة تعلمه واخلاصه ودوافعه. طب 3، مقدار الانفاق العسكري او الانفاق العسكري الذي تنفقه الدولة من دخلها القومي، الفلوس اللي الدولة بتصرفها على الجيش. ماشي، ايه تاني؟ قال لك ان تمتلك الدولة جهاز المخابرات الحربية. طب وايه الخامس؟ قال لك نوعية الالات والمعدات الحربية وقدرتها القتالية. انا بتكلم على نوعية الالات المستخدمة في الحرب وقدرتها على القتال. طيب
دي عناصر قوة الدولة العسكرية. دي عناصر قوة الدولة العسكرية، ما تهمنيش قوي. ما اللي يهمك؟ يقول لك ما تقييمك، ما تقييمك لمصداقية العبارة تعتبر النواحي المادية فقط دليل على القوة العسكرية؟ قلت له عبارة غير صادقة، النواحي المادية فقط. قلت له لا غلط، الكلام ده غلط. طب عندي سؤال تاني بنفس الإجابة، بنفس الإجابة، يعتبر الجيش المصري أقوى الجيوش العربية ومصنف عالميا، دلل على صحة العبارة أو ما رأيك في هذه العبارة؟ الاثنين هنعملهم إجابة واحدة. الاثنين هنعملهم إجابة واحدة. هنكتب إيه في الاثنين؟ واحد اثنين، واحد اثنين، واحد امتلاك جهاز مخابرات ذو كفاءة عالية. مصر تمتلك جهاز مخابرات حربية ذو كفاءة عالية، أو ده يعتبر من ضمن النواحي المعنوية اللي بيميز الدولة وخلاها دولة قوية عسكريا. طب رقم اثنين، نوعية المقاتل ودرجة تعلمه وإخلاصه ودوافعه. نوعية المقاتل، أنا عندي مقاتل، أنا عندي عسكري، أنا عندي جندي، أنا عندي ضابط يتمتع بشجاعة لا توجد في أي مكان في العالم. نوعية المقاتل، درجة تعلمه، التدريبات اللي أخدها، ماشي، وإخلاصه ودوافعه، حبه وإيمانه بقضية وطنه وبلده. دول حاجتين، دول يعتبروا من نواحي معنوية وليست مادية. فلو قال لي تعتبر النواحي المادية فقط دليل على القوة العسكرية بقول له غلط وبكتب الاثنين دول. لو قال لي ما رأيك في هذه العبارة أو دلل على صحة العبارة، يعتبر الجيش المصري من أقوى الجيوش العربية ومصنف عالميا، برضو بكتب له النواحي دي. بعد كده هنبدأ نتكلم على آخر جزئية، ماشي، في الفصل اللي هي النواحي الاقتصادية، عناصر قوة الدولة الاقتصادية والقوة التنظيمية، ماشي. طبعا ليه انت ما قلتش يا مستر بعد وسائل النقل والمواصلات عناصر القوة الاقتصادية للدولة؟ لسبب، لان انا عندي حاجة الطلبة بيتلخبطوا فيها، فهشرحهم الاثنين مع بعض، اللي عناصر القوة الاقتصادية وعناصر قوة الدولة، ونكمل مع بعض كده، ماشي. القوة التنظيمية، انا عندي في القوة التنظيمية حاجتين، التعريف والعناصر. طبعا دي اكتر من مرة سنوية عامة، ماشي، لعناصر القوى التنظيمية، ماشي، اكتر من مرة سنوية عامة، ودي بيجي فيها سؤال في الجزء الاولاني هنستعرضه مع بعض. اول حاجة يجي يقول لك ما المقصود بالقوى التنظيمية؟ قلت له القوى التنظيمية مستويات الادارة والحكم داخل الدولة، ده التعريف. مستويات الادارة والحكم داخل الدولة، كم كلمة؟ خمس كلمات. طيب ايه عناصر القوى التنظيمية؟ تتعدد عناصر القوى التنظيمية دلل على صحة هذه العبارة. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. واحد، التقسيم الاداري داخل الدولة. اقف هنا بقى. التقسيم الاداري داخل الدولة يعني بقسم الدولة اداريا، بقسمها لمحافظات، بقسمها لولايات، بقسمها لمقاطعات. طب ليه؟ بما تفسر التقسيم الاداري للدولة؟ ليه الدولة بتقسم نفسها اداريا؟ قال لك واحد اثنين، اول حاجة تساعد الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق الامن والامان داخل الدولة. يبقى لما الدولة بتقسم دولتها الى تقسيم اداري، محافظات، ولايات، مقاطعات، تقدر تسيطر على كل جزء في الدولة، يبقى بتحقق الامن والامان داخل المجتمع او داخل الدولة. الحاجة التانية، بتساعد الدولة على تقديم الخدمات للمواطنين، الخدمات زي التعليم وزي الصحة وزي الأمن وزي العدالة وزي الطرق والكباري إلى آخره. رقم اثنين، قال لك درجة مركزية الحكومة والاستقلال الذاتي. درجة مركزية الحكومة والاستقلال الذاتي، اكتب معايا السؤال ده لو سمحت كده. ما تقييمك لمصداقية العبارة؟ ما تقييمك لمصداقية العبارة؟ تتساوى درجة المركزية في جميع الدول، تتساوى
درجة المركزية في جميع الدول. بقول له عبارة غير صادقة. طب ليه عبارة غير صادقة؟ لأن درجة المركزية بتختلف من الدول الفيدرالية عن الدول المركزية أو الوحدوية. الدول الوحدوية أو المركزية بها حكومة واحدة ومجلس نيابي واحد، وتسيطر فيها الحكومة المركزية على جميع الإدارات المحلية سواء كانت ولايات أو مقاطعات أو محافظات إلى آخره، وتستمد فيها جميع الإدارات قرارات من الحكومة المركزية. التعريف يعني معنى كلامي إن الحكم في إيد كم جهة؟ جهة واحدة. أما الدول الفيدرالية بتنقسم فيها السلطة إلى اثنين زي ما شرحنا قبل كده. الحكومة المركزية رئيس الدولة بيسيطر على الأمور السيادية، سياسة خارجية، دفاع خارجي، أمن داخلي واقتصاد. اثنين، حكومات الأقاليم أو الحكومات المحلية، ماشي، بتختص بإيه؟ إدارة الشؤون الحياتية للسكان. يبقى كده درجة المركزية تختلف من دولة إلى أخرى تختلف، لكن لا تختلف. يبقى الكلام ده كلام إيه؟ كلام غلط. ثلاثة، المؤسسات التنظيمية التي أنشأتها الدولة لتساعدها في اتخاذ القرارات، ده من ضمن العناصر، المؤسسات التنظيمية التي أنشأتها الدولة لتساعدها في اتخاذ القرارات، الوزارات اللي الدولة أنشأتها عشان تساعدها في اتخاذ القرارات. أربعة، قدرة الحكومة على بسط نفوذها وسيطرتها على جميع أجزاء الدولة، قدرة الحكومة على بسط نفوذها وسيطرتها على كافة أرجاء الدولة. خمسة، أن تكون الإدارة الحكومية على قدر كبير من الشفافية والكفاءة. لازم الحكومة اللي بتحكم الدولة تبقى على قدر كبير من الشفافية. الشفافية معناها الوضوح والصراحة، والكفاءة تكون ناجحة في استغلال موارد الدولة. يبقى لو إجا وقال لي تتعدد عناصر القوى التنظيمية، مهم جدا مهم جدا، أقول له الخمسة دول. إجا قال لي ما المقصود؟ بقول له خمس كلمات: مستويات الإدارة والحكم داخل الدولة. طيب جيت للجزء الأخراني بقى اللي الطالب يتلخبط فيه، تتعدد عناصر القوة الاقتصادية للدولة. في عندي سؤال تاني إجا لي قبل كده ثانوية عامة، إجا وقال لي تتعدد عناصر قوة الدولة. يبقى في اختلاف ما بين ان يجي يقول لي عناصر القوة الاقتصادية او يقول لي عناصر قوة الدولة. ده سؤال وده سؤال. لو قال لي عناصر القوة الاقتصادية للدولة بقول له خمس عناصر. طب وعناصر قوة الدولة؟ برضو خمس عناصر. هات لي عناصر القوة الاقتصادية. واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة. واحد، تنوع مواردها الاقتصادية، لازم يكون الدولة فيها تنوع في الموارد الاقتصادية. اثنين، الكفاءة، الأيدي العاملة، الكفاءة التي تستثمر بها الموارد، الكفاءة التي تستثمر بها هذه الموارد. ثلاثة، مدى امتلاك الدولة للتكنولوجيا، للتقنيات الحديثة. أربعة، علاقتها التجارية والميزان التجاري، علاقتها بالدول الأخرى، الميزان التجاري اللي هو الفرق بين الصادرات والواردات. خمسة، مقدرة الدولة، مقدرتها على الصمود الاقتصادي. يعني إيه كلمة الصمود الاقتصادي؟ أمنع غزو المنتج الأجنبي للسوق المحلية. وإيه تاني؟ ومدى تحقيق الاكتفاء الذاتي، يعني بكفي إنتاجي بيكفي احتياجات سكاني. يبقى أنا بقلل من احتياج من الاستيراد من الخارج، يبقى كده نجحت في الصمود الاقتصادي. يبقى من تاني عناصر قوة الدولة الاقتصادية: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. واحد، تنوع الموارد الاقتصادية. اثنين، الكفاءة التي تستثمر بها الموارد. ثلاثة، مدى امتلاكها للتقنيات الحديثة. أربعة، علاقتها الخارجية والميزان التجاري. خمسة، مقدرتها على الصمود الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. ده بالنسبة لعناصر قوة الدولة الاقتصادية. آجي أتكلم على عناصر قوة الدولة. تتعدد عناصر قوة الدولة دلل على صحة العبارة. خمسة، واحد، القوى المورفولوجية. يعني كلمة القوى المورفولوجية؟ مساحة وشكل الدولة. القوى الديموغرافية، عدد السكان. القوى الاقتصادية، القوى العسكرية، القوى التنظيمية. دي عناصر قوة الدولة. من تاني
القوى المورفولوجية مساحة وشكل الدولة. اثنين القوى الديموغرافية اللي هو عدد السكان اللي هيستغلوا من المساحة والشكل. فينتج عن الاثنين دول قوى اقتصادية، انتاج، موارد اقتصادية. يحمينا القوى العسكرية، الجيش يحمي الفيلم ده كله. مين اللي بينظم وبيوزع الأدوار؟ القوى التنظيمية أو الحكومة. أنا كده خلصت الدرس الثالث في الوحدة الأولى. هبدأ أتكلم على الدرس الرابع اللي هو النظام السياسي والانتخابي في الدولة. طبعا مع بعض كده واحدة واحدة. بيقول لي إن الحكومة ضرورية منذ فجر التاريخ، منذ نشأة الحياة البشرية كان لازم يكون عندي حكومة. طب ليه؟ قالك الحكومة دي لازمة لاستقرار المجتمع ولاستمرار الحياة. هنبدأ نتكلم على تعريفين مهمين قوي، اللي هو النظام السياسي في صورته الاجتماعية والنظام السياسي في صورته المؤسسية أو التنظيمية. طبعا هنا أنا هركز على حاجات بس معينة كده، ماشي؟ يقول لك ما الفرق بين النظام السياسي في صورته الاجتماعية وفي صورته المؤسسية؟ ما المقصود بالنظام السياسي في صورته الاجتماعية؟ ما المقصود بالنظام السياسي في صورته التنظيمية أو المؤسسية؟ ما المفهوم الجغرافي الدال على، ويجيب لك المصطلح وانت تكتب له، لإما النظام السياسي في صورته الاجتماعية لإما النظام السياسي في صورته المؤسسية. النظام السياسي في صورته الاجتماعية هو عبارة عن نظام اجتماعي، عبارة عن نظام اجتماعي. يعني ايه؟ قال لك أبدا النظام السياسي الحكومة في صورتها الاجتماعية يعني دورها في خدمة المجتمع، هو عبارة عن نظام اجتماعي يقوم بأدوار ووظائف متعددة مستنداً إلى سلطة، بيستند بيعتمد على سلطة أو قوة يستخدمها في إيه؟ إدارة موارد المجتمع، تحقيق الأمن الداخلي والخارجي، تحقيق أكبر قدر من المصالح العامة. يبقى الحكومة بتستخدم سلطتها عشان تحقق ثلاث حاجات: إدارة موارد المجتمع، تستغل موارد المجتمع، تحقق لأمن داخلي وخارجي، وتحقق لأكبر قدر من المصالح العامة أو المنافع العامة. طب ما تديني مثال عشان افهم، مع ان مش وقت لفتره مراجعه، مش وقت شرح، بس برضه هديك برضه مثال عشان تفهم انت بتحفظ ايه. انا عندي قوانين المرور، كسرت اشاره 500 جنيه. هل الدوله بتعاقبني؟ لا. ده نظام بيعمل على مصلحه المجتمع. غصب عني لازم ادفع المخالفه. ليه؟ لأن الدولة بتستند إلى قوة، كلنا خاضعين للنظام السياسي في الدولة عشان تحافظ على سلامة المواطن اللي ماشي في الشارع، عشان تحقق له أكبر قدر من الأمن الداخلي. ده كمثال. قوانين المرور دي هدفها خدمة المجتمع. طب واللي يكسر القانون، اللي ما يلتزمش بالقانون يدفع غرامة بمزاجه؟ لا، ده غصب عنك. يبقى كده الدولة وهي بتعمل على نفع المجتمع تستند إلى سلطة أو قوة، اللي هي سلطة مين؟ القانون. نيجي للنظام السياسي في صورته المؤسسية. قال لك يا مجموعة المؤسسات 1 2 3 تنفيذية اللي هي الحكومة، والتشريعية اللي هو مجلس النواب، والقضائية القضاء، التي يتم من خلالها عملية صنع واتخاذ القرار السياسي. يبقى ما المقصود بالنظام السياسي في صورته المؤسسية أو التنظيمية؟ مجموعة السلطات التنفيذية التشريعية القضائية التي يتم من خلالها صنع واتخاذ القرار السياسي. معنى كلامك أن له يوجد أي قرار، مفيش قرار الدولة بتاخده إلا لازم يعدي على كم جهة؟ ثلاثة: تنفيذية، تشريعية، قضائية. بس خد بالك من حاجة، أنا عندي مبدأ اسمه الفصل بين السلطات. مبدأ الفصل بين السلطات بمعنى أن السلطة التنفيذية مستقلة عن التشريعية والقضائية، والتشريعية مستقلة عن التنفيذية،
والقضائية مستقلة عن التنفيذية والتشريعية، كلهم في اختصاصه. كل دولة لها، كل سلطة لها شغلها حسب قواعد الدستور. طب ماشي، طب ليه اتبعنا مبدأ الفصل بين السلطات؟ لكي لا تنفرد جهة، لكي لا تنفرد جهة باتخاذ الايه؟ باتخاذ القرار. ده بيعتبر تعبير عن النظام الديمقراطي داخل الدولة. طيب عندي أنظمة الحكم، أنظمة الحكم، عند أنظمة الحكم بتنقسم إلى قسمين، من حيث الشكل ومن حيث العلاقة بين السلطات. السلطات اللي هي الإيه؟ السلطات الثلاثة، تنفيذية تشريعية قضائية. من حيث الشكل بينقسم إلى ملكي وجمهوري. من حيث العلاقة بين السلطات ينقسم إلى ثلاثة، نظام رئاسي، برلماني، شبه رئاسي. واحدة واحدة كده مع بعض. يبقى أنا عندي نظام الحكم أو أنظمة الحكم تنقسم من حيث الشكل إلى ملك وجمهوري. خليك فاكر يبقى نوعين. من حيث الشكل كم نوع؟ ها نوعين، ملك وجمهوري. من حيث العلاقة بين السلطات ثلاثة، نظام الرئاسي، النظام البرلماني، النظام شبه شبه الرئاسي. طيب عظيم، تعال ونقارن كده ببساطة ما بين الرئاسي والبرلماني وشبه الرئاسي. بس قبل ما اتكلم عليهم خليك فاكر، الرئاسي الولايات المتحدة، بتتبع الولايات المتحدة. البرلماني دولة انجلترا. شبه الرئاسي دولة فرنسا. دي الامثلة اللي عندي. يبقى الرئاسي الولايات المتحدة الامريكية، البرلماني دولة انجلترا، شبه الرئاسي دولة فرنسا. هات للنظام الرئاسي. النظام الرئاسي انا عندي واحد الرئيس، واحد الرئيس، رئيس الدولة، يسود ويحكم. يسود ويحكم يعني في ايدي اغلبية السلطات. السلطة التنفيذية مستقلة عن السلطة التشريعية. السلطة التشريعية منتخبة من الشعب، منتخبة من الشعب، مستقلة عن التنفيذية. السلطة القضائية مستقلة عن التنفيذية والتشريعية. معنى كلامك ان النظام الرئاسي يتبع مبدأ الفصل بين السلطات، كلهم في اختصاصه حسب قواعد الدستور، مثل الولايات المتحدة الأمريكية. نيجي للنظام البرلماني. النظام البرلماني أنا عند الرئيس أو الملك، يسود ولا يحكم. يسود ولا يحكم يعني لا يتخذ القرارات. ماشي. طيب أنا عندي البرلمان، السلطة التشريعية هي مصدر للسلطة والتشريع، هي المسيطرة على كل حاجة وهي بتتخذ القرارات وبرضه منتخبة من الشعب. انا عند رئيس الوزراء، رئيس في النظام البرلماني، في النظام البرلماني، في النظام البرلماني رئيس الوزراء منتخب، يعني زيه زي رئيس دولة منتخب، يتولى مهام ومسؤولية الحكم. يبقى اللي بيحكم، اللي بيحكم في النظام البرلماني رئيس الوزراء وهو منتخب من الشعب. طب رئيس الدولة يسود ولا يحكم؟ رئيس او الملك يسود ولا يحكم؟ طب السلطة، السيطرة في ايد مين؟ البرلمان. البرلمان هو مصدر للسلطة والتشريع. طيب هكمل كده، نيجي للنظام شبه الرئاسي. قال لك هو نظام وسط ما بين النظامين، وسط ما بين الرئاسي والبرلماني، عشان كده من وجهة نظري بعتبره افضل النظم. ماشي. عندي رئيس الدولة منتخب على رأس السلطة التنفيذية، على رأس الحكومة. وايه تاني؟ البرلمان ماله؟ يشكل الحكومة، يشكل الحكومة، هو اللي بيختار مجلس الوزراء. طب والسلطة مقتسمة مشتركة، السلطة مقتسمة مشتركة ما بين اتنين. من هما الاتنين؟ رئيس الدولة والحكومة اللي هو رئيس الوزراء حسب قواعد الدستور. يعني قانون الدولة محدد اختصاصات لرئيس الدولة ومحدد اختصاصات للحكومة او لرئيس الوزراء. انا هعمل بس مقارنة بسيطة كده، مقارنة بسيطة. لو اجا وقال لي قارن ما بين التلات نظم دول من حيث واحد اتنين تلاتة، من حيث منصب رئيس الدولة، من حيث السلطة، من حيث منصب رئيس الوزراء، والامثلة قدامنا. ركز معايا، ركز معايا.
من حيث منصب رئيس الدولة يا ريت تكتب، يا ريت تكتب في النظام الرئاسي يسود ويحكم. طب في البرلمان يسود ولا يحكم. طب في شبه الرئاسي منتخب على رأس السلطة التنفيذية. يبقى أنا كده قارنت ما بين التلاتة من حيث ها منصب رئيس الدولة. نيجي للسلطة. في النظام الرئاسي السلطة في إيد مين؟ السيطرة في إيد مين؟ رئيس الدولة. طب في البرلماني السيطرة في إيد مين؟ البرلمان اللي هو السلطة التشريعية. طب في النظام شبه الرئاسي السلطة في إيد مين؟ مشتركة ما بين رئيس الوزراء اللي هي الحكومة ورئيس الدولة. طب منصب رئيس الدولة، منصب رئيس الدولة في النظام الرئاسي نظامه ايه؟ مش مكتوب انا عارف بس هي مستنتجة، يعين من قبل رئيس الدولة. طب في النظام البرلماني منتخب يتولى مهام الحكم. طب في النظام شبه الرئاسي البرلمان يشكل الحكومة، هو اللي بيختار رئيس الوزراء. ده بالنسبة للثلاث نظم دول. طيب هخش برضو في حاجة مهمة. بيقول لي يعني ايه كلمة النظام الانتخابي؟ قالك النظام الانتخابي هي مجموعة القواعد والتشريعات والقوانين التي تنظم عملية انتخاب او اختيار ممثلي الشعب، اعضاء مجلس الشعب. طيب سؤال، هي الانتخابات مهمة؟ مهمة جدا. طيب ايه هي اهمية الانتخابات؟ وسيلة للاختيار. طيب الاختيار بيتم على اساس ايه؟ المساواة بين جميع افراد الشعب، لا تضع فوارق، فوارق من حيث الاصل او المنشأ لمجتمع الناخبين. دي اهمية الانتخابات. طيب ترتيب، اعد ترتيب القواعد الانتخابية الآتية. سؤال ثانوية عامة 2016 اجا وقال لي اعد ترتيب القواعد الانتخابية الآتية. قلت له اه. طيب ايه هي قواعد عملية الانتخاب؟ اربع قواعد، خمس قواعد. اول حاجة تقسيم الدوائر الانتخابية. اثنين الترشح للانتخاب. ثلاثة اجراء الانتخابات او الانتخاب. اربعة فرز الاصوات. خمسة اعلان الفائزين او الفائز. يبقى انا عندي كم مرحلة لقواعد العملية الانتخابية؟ خمس مراحل. واحد انا بقسم الدوائر الانتخابيه، وطبعا لما باجي اقسم الدوائر الانتخابيه انا بقسمها على حسب عدد السكان. اثنين الترشح للانتخاب، اللي شايف في نفسه المقدره انه هينوب عن الشعب يبدا يقدم ورقه ويبدا يترشح. ثلاثة اجراء الانتخابات، الناس تروح تنتخب، تروح تختار. أربعة فرز الأصوات، يبدأ القضاة المسؤولين في اللجان يفرزوا من الأصوات يشوفوا كل واحد أخذ كم صوت. خمسة إعلان الفائزين، بناء على عدد الأصوات نشوف مين اللي كسب، مين اللي فاز، ومين اللي ملوش نصيب إنه يكسب. ده بالنسبة لقواعد العملية الانتخابية. عندي بالمرة كده واحد اسمه أندريا سيج فرايد. الراجل ده ظهر على ايده علم جديد اسمه علم جغرافية الانتخابات. ده كاتبه عندكم في نظام المراجعة من ضمن العلماء اللي عندنا. يبقى أنا عندي أندريا سيج فرايد، ماشي، ظهر على ايده علم جغرافية الانتخابات. طيب عندي فاضل لي جزئين في نهاية الوحدة. يجي يقول لي بما تفسر عملية الانتخابات أو جغرافيا الانتخابات لها جوانب جغرافية متعددة.
يبقى أنا عندي جغرافية الانتخابات. عملية الانتخابات لها جوانب جغرافية متعددة. ده سؤال ثانوية عامة. قلت له آه. أول حاجة بنقول تقسيم الدوائر الانتخابية. أنا بقسم الدوائر الانتخابية. طبعا دول لازم يجي لي منهم واحدة. لا دي. لما السؤال بيقول لي بما تفسر عملية الانتخابات لها جوانب جغرافية متعددة. لما السؤال بيقول لي ما النتائج المترتبة على جغرافية الانتخابات. 5-5. ودول بيلخبطوا أنا عارف. بس نركز مع بعض واحدة واحدة. أول حاجة في السؤال بيقول لي عملية الانتخابات لها جوانب جغرافية متعددة. قلت له واحد. تقسيم الدوائر الانتخابية. بقسم كل محافظة إلى دوائر انتخابية. 2. أشوف عدد الدوائر وحدودها ومساحتها. عدد الدوائر موقعها حدودها مساحتها عشان أقدر أوفر قوات الأمن اللي هتحمي هذه اللجان. 3. عدد السكان وخصائصهم الانتخابية، ميولهم السياسية. 4. التغيرات التي تطرأ على الدوائر الانتخابية. هناك بعض التغيرات التي قد تحدث على الدوائر الانتخابية، سواء كانت مشكلات داخل اللجان أو سواء أن المحافظة أساسا عدد سكانها زاد أو مساحتها زادت، فعدد الدوائر الانتخابية تبدأ تزيد. دي اللي هو التفسير كلمة التغيرات التي تحدث أو التي تطرأ على الدوائر الانتخابية. 5. التباين المكاني في التصويت وأنماطه. التباين على الاختلاف المكاني، اختلاف مكان التصويت اللي هو مكان اللجان الانتخابية، بمعنى ان مش اي مكان الدولة بتختاره او الحكومة بتختاره تجعله مقر اللجنة الانتخابية الناس تروح تنتخب فيه. لا، لازم يكون مكان قريب من اكبر تجمع سكاني يسهل تأمينه، وده اهم حاجة عند الدولة، التباين المكاني لاختلاف المكان في التصويت اللي هو مقر اللجنة الانتخابية وانماطه او اشكاله. يبقى هنا بيقول لي بما تفسر عملية الانتخابات لها جوانب جغرافية متعددة. قلت له 5 عناصر. 1. تقسيم الدوائر الانتخابية. 2. عدد الدوائر وحدودها ومساحتها. 3. عدد السكان وخصائصهم الانتخابية. 4. التغيرات التي تطرأ التي تحدث على الدوائر الانتخابية. 5. التباين المكاني في التصويت وأنماطه. نيجي يقول لك ما النتائج المترتبة على جغرافية الانتخابات، برضو 5. ادي 1 2 3 4 5. وياريت نقول مع بعض، يعني ايه بلاش تسمعني وبس، لا انا عايزك اكنك ايه بنسمع لبعض. اول حاجة بقول له توزيع الدوائر الانتخابات. قول له لا ما انت قلت فوق تقسيم. لا، تقسيم حاجة وتوزيع حاجة. توزيع الدوائر الانتخابية بمعنى ان انا بحدد كل محافظة لها كم دائرة انتخابية، لان على حسب عدد الدوائر الانتخابية يتحدد عدد ممثلي الشعب، النائب او اللي بينوب عن كل محافظة. 2. دراسة التباين المكاني في التصويت، المكان اللي انا هنتخب فيه. 3. دراسة السلوك الانتخابي للناخبين، يعني المنطقة او الدائرة اللي فيها ما فيهاش جماعات متطرفة تعمل لي قلق، تعمل لي مشكلات داخل اللجنة الانتخابية. 4. احلل الاثار البشرية والطبيعية والاقتصادية اللي بتأثر على سلوك الفرد الانتخابي. تحليل الاثار البشرية. الاثار البشرية مستوى تعليم، مستوى الثقافة. الطبيعية نشأة المواطن. الاقتصادي مستواه الاقتصادي، غني ولا فقير. كل دي حاجات بتأثر على سلوكه، على سلوك الفرد الانتخابي. يعني مثلا على سبيل المثال نسمع ان بعض الاشخاص ممكن يبيع الصوت او يتنازل عن صوته مقابل مبلغ معين او الى اخره. ده بيندر نتيجة ايه؟ قالك نتيجة للظروف الاقتصادية، حاجة زي كده. 5. دراسة اثر الانتخابات على تغيير الظروف البشرية في المنطقة. بمعنى انا بشوف الانتخابات انا اخترت اعضاء مجلس الشعب، انا باجي في نهاية مدتهم اشوف مقدار الفايدة، مقدار الاستفادة اللي عادت عليا انا وسكان المنطقة من اختياري لهؤلاء الاشخاص. فده يعتبر دراسة اثر الانتخابات على تغيير الظروف البشرية في المنطقة. فادوني ولا لا يوجد استفادة. انا كده خلصت الوحدة الاولى. ماشي، احنا رجعنا الخرائط، رجعنا الوحدة التمهيدية، رجعنا الوحدة الاولى. وطبعا اغلبية الجزء اللي انا شرحته ما ركزتش على حاجات، لا انا تعتبر شرحت بالتفصيل.
ماشي، وانا براجع الوحده الثانيه والدرس بتاع التكتلات الاقتصاديه انا هركز على اهم الاجزاء ماشي، لكن مش بعد كده بقول لك ما تذاكرش اللي انا قلته بس، لا انت مفروض انت طالب ثانويه عامه داخل عشان اقفل الماده انت بتذاكر كله، انا بس بركز لك على اهم الاجزاء. ربنا يوفقكم، ربنا يوفقكم ان شاء الله في ماده ديت وفي المواد اللي قبل كده واللي جايه بعد كده، ربنا يوفقكم. سعدت وانا معاكم، كان معاكم مستر خالد الحبشي موجه عام جغرافيا محافظه بورسعيد.